بصوا يا جماعه، يمكن احنا هنا في البرنامج بنتكلم معاكم عن المشاكل البيئيه وبالاخص كمان عن المشاكل الخاصه بالبلاستيك، يمكن اللي بتضر بقى كل الكائنات الحيه وبالاخص كمان البحريه اللي موجوده في البحار وبرضو المحيطات. يمكن اليومين دول بقى احنا دخلنا في موضوعات يمكن اعلى شويه واصعب كمان، تغيير المناخ وهنروح على فين، الاحتباس الحراري. طيب هل هنا البلاستيك وكمان التلوث اللي بيحصل منه بيأثر على الموضوع ده ولا لا؟ اكيد برضو طبعا ليه علاقه. طيب ازاي بقى ممكن نستغل ان احنا البلاستيك ده ممكن يكون عائد لينا بشكل كبير ولبعض الناس ان احنا ما يكونش موجود يعني في بعض الاماكن ويعمل التلوث الخاص بيه يعني، وبرضو يكون ليه عائد مادي يعود على بعض الاشخاص اللي هي ممكن ما بتشتغلش، على بعض الاشخاص يمكن اللي ممكن عندها حلم في يوم من الايام ان هي برضو مش لاقياه وتلاقيه من خلال القصه دي. يمكن احنا في مصر هنا الحمد لله برضو عندنا الناس ما بتهداش وبتفكر بشكل يعني الحمد لله كبير جدا، وبالاخص كمان يعني ان احنا برضو عندنا السنه اللي جايه هيكون في برضو قمه مهمه جدا وهي قمه الكوب، يمكن اللي هتقام ان شاء الله في شرم الشيخ، وبرضو هيكون الموضوع هنا مهم جدا. عشان بقى نعرف اكتر وباستفاضه عن البلاستيك واضرار البلاستيك وازاي كمان ممكن يعود علينا بالنفع، النهارده منورنا الاستاذ عمرو القاضي المدير الاقليمي لمؤسسه بلاستيك بانك في مصر والشرق الاوسط. يا استاذ عمرو برحب بيك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طيب استاذ عمرو، يمكن احنا مش اول مره نتكلم عن فكره البلاستيك وعن اضراره علينا، ولكن بنحب ان احنا كل مره نفتح الموضوع ده نوضح برضو او نعيد كده ونكرر فكره اضرار البلاستيك اللي ممكن تعود علينا كاشخاص على صحتنا وعلى حياتنا، او حتى كمان زي ما كان بيقول فاروق على فكره البيئه اللي حوالينا وكمان الكائنات البحريه. تمام. هو في الاول خلينا نقول ان البلاستيك في حد ذاته هو مش ضار. البلاستيك ماده مهمه جدا وكانت سبب في تطور البشريه على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، ولكن هو المشكله بتبقى في عدم المعرفه بكيفيه التخلص منه او اعادته جوه الاقتصاد اللي احنا بنشتغل فيه. هو ده المفهوم بتاع الورا الريسايكلينج او الاستدامه زي ما بنتكلم فيها في العموم يعني. فالنهارده احنا في مصر احنا طبعا دوله كبيره تعدادها كبير، كميه البلاستيك المنتج من خلال النشاط الاقتصادي او النشاط الاجتماعي العادي بتاعنا بتبقى كبيره، كميه مش صغيره. هنا بقى لازم تبتدي تتدخل مؤسسات زي مؤسسه بنك بلاستيك اللي احنا فيها، بتبتدي تحط زي منظومه لجمع البلاستيك او مخلفات البلاستيك بشكل يتم من خلاله إعادة تدوير البلاستيك ده واستخدامه كمدخل في الصناعة بعد كده، ما يخرجش بره الاقتصاد، وده اللي اسمه الاقتصاد الدوار. بنفضل مخليين جوه الاقتصاد بتاعنا المواد ما نخسرهاش ما نرميهاش وما نلوش بيها طبعا البيئة. دي أول حاجة. فعشان كده هي النهارده مؤسسة زي مؤسسة البلاستيك بنك البلاستيك أو المؤسسات التانية بتشتغل على الحتة دي. طيب احنا بنعمل إيه هنا في مصر؟ احنا ابتدينا هنا في مصر في اول السنه دي اول 2021 يعني، واحنا بنتكلم دلوقتي احنا بنكمل سنه. فالحقيقه عملنا ايه؟ ابتدينا نعمل زي منظومه لجمع البلاستيك ده من خلال ادماج جميع المخلفات وادخالهم جوه المنظومه دي. المنظومه دي طبعا بتعتمد بشكل اساسي على التكنولوجيا، احنا بنعتمد على منصه الكترونيه او ابلكيشن موجود بيخلي كل الناس اللي بتجمع البلاستيك ده متسجلين. يعني انا ممكن ابقى يوزر او مستخدم للابلكيشن ده، حضرتك ممكن كده اهو، ونبتدي نجمع البلاستيك اللي موجود في استطاعتنا ان احنا نجمعه. وبعدين بنروح لنقط التجميع الخاصه ببنك البلاستيك وبنسلمهم كميه البلاستيك دي. حلو جدا. انا بروح قايل اوكي انا استلمت من الشخص ده كذا، وببتدي اجمع وأورد بلاستيك لحد ما يجي في اخر الشهر بروح بيستحق عندي حوافز. الحوافز دي بتكون ماديه وبتكون غير ماديه. غير ماديه زي ايه؟ زي احنا مثلا لا في التامين الصحي، احنا النهارده من خلال البلاستيك اللي الناس بتجمعه احنا بندفع من خلاله ميديكال انشورنس او تامين صحي للافراد اللي بيجمعوا البلاستيك وافراد عائلاتهم. يعني احنا النهارده بنقدم، يعني النهارده احنا هنقول ان احنا عندنا حوالي 600 مستخدم للابلكيشن بتاعنا او جامع حقيقي ومعاهم وراهم في المتوسط حوالي 4 اشخاص في العائله بتاعتهم. الاربع اشخاص دول بتشملهم المظله بتاعه التامين الصحي اللي بنقدمها من خلال الابلكيشن بتاعنا.